السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله الضيف ديالنا هو الشيفلور او القرنبيط. غادي نقترح لكم ان شاء الله اليوم وصفات مختلفة لتحضير الشيفلور. نجددوا فيه شوية، نبداو على بركة الله. فرجة ممتعة، ما تنساوش اللايك. غادي نبداو اول حاجة نقطعو الشيفلور ديالنا، نحيدو ليه هاد الربيع ونقطعوه. الشيفلور ضروري يتغسل مزيان، ديروه معاه الماء وقطرات ديال الخل باش كتاكدوا انه ما بقات فيه حتى شي حاجه لداخل. هنايا الوصفه الاولى اللي غادي نقترح لكم ان شاء الله وهي الشيفلور مشرمل. ممكن نرافقوا به مثلا بشويات اولا نحطوه كسلطه دافئه في وجبه الغداء. كنحتاج هنايا الشيفلور اللي غسلته، قطعه ديال الحامض نعصرها وغادي نلوحها معاه. عندي هنايا واحد الفص ديال الثوم غادي نخليه بالغلاف ديالو، غندير فيه ثقوب، واحد الكميه بسيطه ديال الملح، نعمرو بالماء، واحد طريف ديال الخبز. فكما كتعرفوا ان الشيفلور اولا القرنبيط فيه بزاف ديال الغازات، ويعني كيديروا نجي الناس اللي عندهم المعده، وباش نحيدو منو الغازات فغادي نستعنو بقطعة ديال الخبز اللي يكون يابس، فغنوضعوها معاه باش تسلق معاه. غير هي تكون قطعة اللي فيها الحاشية باش ما يتفرتش لينا. نسلق يعني ندخلو الطياب ونعاودو نرجعو باش نكمل. الشيفلور أولا القرنبيط ديالي فهو كما كتشوفو تسلق، حيت هداك الطريف ديال الخبز اللي كنت وضعت فيه باش مغاديش نستعملو، استعملتو فقط باش يحيد لي ديك الريحة المجهدة ديال الشيفلور. نحتاجو في التوابل ديال الشرموله ديالنا، هنايا شويه ديال قزبر مدنوس، حبه ديال الطماطم مركز الطماطم تقريبا ملعقه، واحد الفص ديال الثوم محكوك، عندي هنايا واحد طريف ديال الحامض مصير. وبالنسبه للتوابل فكنحتاج فلفل احمر اولا التحميره، الكمون، الملح، وشويه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون في الكسرونه نيت اللي سلقت فيها، الملح ما نكثروش لاننا استعملناه، الفلفل الاحمر، بالنسبه للطماطم والحامض المصير فانا غادي نقطعهم مربعات صغيره. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نوضعها فوق البوطه حتى تشحر مزيان. الصلصه ديالي من بعد ما تشحرت مزيان ودابت لي تقريبا هذيك الطماطم فانا زدت واحد نصف كاس ديال الماء، نضيفو مع لاصوص وغادي نردو فوق البوطه يعني حتى يغلى مزيان ويتشرف هاد لاصوص وتختار لينا ونطلاقه. وممكن توضعوه في الكوكوط وكيكون وجد عندنا المقبله ديالنا ولا الشيفلور مشرمل. كما كتشوفوا فلاصوص خضرات، خليوه حتى تخسر وينشف من الماء. غادي نقدموه دابا. الشكل النهائي ديالها ممكن انكم تزينوها من الفوق بقطعه ديال الحامض مرقد كيف ما هاد الشكل، فكتجي رائعة جدا في المذاق. الى جربتوها اكيد انكم دائما غادي تبقاو تعاودوها. وندوزو للوصفة الثانية ان شاء الله. عندنا هنا واحد الكمية ديال الشيفلور مغسول، كنعمرو بالماء وكنضيفو ليه قطع ديال الحامض والقليل من الملح. بعد ما كنسلقوه واحد المدة ديال 20 دقيقة حتى كيدخلو الطياب، ضروري انه يطيب مزيان. غادي نصفيه من الماء وغادي نحطوه في شي طبسيل على جنب وندوزو نحضرو الصلصه. بالنسبه لمكونات الصلصه عندنا البصل، بصل مفروم، عندنا طماطم مطحونه اولا محكوكه، الزيت، فصوص ديال الثوم، كزبر مفروم. وبالنسبه للتوابل عندنا ملح، ابزار، كمون وخرقوم وسكينجبير. كنديرو فواحد المقلات البصل، كنحكو عليه الفصوص ديال الثوم. بالنسبه للكميه راها على حساب يعني عدد الافراد. بعد ما حكينا الثومه غادي نديرو الزيت، زيت العادي المائده، وغادي نردو المقلات فوق البوطه تكون العافيه مهيله، وكنشحرو ديك البصيله ديالنا مزيان حتى كت يعني كتدبال كيف ما كتشوفوا.
كيولي الشكل ديالها هو هذا. غادي نضيفوا ليها القزبر المفروم والتوابل، نسيت ما ذكرت الفلفل الاحمر، وغادي نحركو مزيان. غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. غادي نزيد الطماطم اللي محكوكه اولا مطحونه، وغادي نستمر في التحريك حتى يعني كتندمج ليا المكونات معا. وغادي نقص عليها البوطه ونخليها يعني حتى تختار كيف ما كتشوفوا، كتولي الصلصه كثيفه ما كيبقاش فيها الماء ضروري من هذه العمليه. وكندوزو باش نكملوا التحضير ديال الكراتان ديالنا، كناخذوا اي صينيه كتدخل للفرن وكنستفوا فيها هذاك الشيفلور، القطع ديال الشيفلور. من بعد كنزيدوا الصلصه من الفوق، كنوزعوها بشكل متساوي على المول ديالنا كله كما كتشوفوا، نحاولوا نقادوا السطح ديالو. وغادي نزيدو كطبقه اخيره الجبن المبشور. انا استعملت جبن موتزاريلا، من الافضل استعمل الموتزاريلا باش كيعطينا ديك الاحساس يعني داك لفي ديال التعليكه. غادي ندخلوها للفرن يكون ساخن حتى كيتحمر لنا الوجه التكراتينا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديال الشيفلور، كيجي يعني كيشهي صراحه، والمذاق ديالو بنين. كنتمنى تجربوه وتردوا عليه الخبر ان شاء الله. كنحتاجوا اكيد الشيفلور اولا القرنبيط، عندي هنايا حبه ديال الطماطم وحبه ديال البصل، قطعتهم مكعبات صغيره جدا. نضع فيها الزيت وغادي ندير فيها البصله والطماطم. وضعت هنايا القليل من الفلفله الحمراء، الخرقوم اولا الزعفران هو شويه، الملح كذلك شويه، والابزار عينكم ميزانكم. وغادي نوضعها دابا فوق البوطه حتى تشحر مزيان. من بعد ما تشحرت لينا البصيله مع المطيشه، غادي نزيدو دابا واحد الكميه ديال الماء، وغادي نخليوها حتى تغلى. غادي نجيبو الشيفلور اولا القرنبيط ديالنا، وغادي نوضعوه في المقلاة اولا الطاجين على حساب نتوما فاش طيبتو. وضعوه بحال هكا، راه ما مسلوق ما حتى شي حاجه، هو غادي يطيب في هذه المريقه هذه. غادي نغطي على المقلاة ونخليها تطيب شويه عليها. نعمل جوج ديال البيضات متوسطين، كتبقى الكميه على حسب عدد الافراد. والشيفلور ديالنا فهو طاب، انا يعني قسمته شويه ما بقاش فيها الماء، خليوه حتى تنشف مزيان مزيان، تبقى غير هذيك الزويته. نجيب البيض اللي طربته غادي نخويه عليه، نستناو على البيض حتى يطيب. الشهيوه ديالنا بعد ما وجدات، عندي هنا شويه ديال الكمون غادي نرشو من الفوق، ممكن ترشو كذلك قزبر معدنوس، انا غنكتفي غير بالكمون كيعطيها واحد المذاق لي زوين. وكنتحدى اي واحد ما تيعجبو الشيفلور انه ما ياكلوش في هذه الوصفه، فكتجي رائعه جدا وكتجي وجبه عشاء اللي خفيفه وبنينه. اول حاجه هنايا وضعت الكسكاس، هنايا الماء درت فيه كميه ديال الشيفلور، وغادي نديرو يتبخر. نجيب الشيفلور ديالي غادي نوضعو في البيض، نلبسو ولكن ما نخليهش يتهرس. هي واحد الكميه ديال الخبز المحمص، فانا كنقترح لكم انكم عوض ما ديروه في الدقيق ديروه في الخبز المحمص، كيجي مقرمش وكيجي رائع جدا. انا وضعت هنا واحد الكميه اللي قليله في البلاستيكه باش نسهل العمليه ديال يعني الخلاط ديالو. كما كتشوفوا منين درت الشيفلور هنايا، فانا غادا نحرك البلاستيكه ديالي غير بشويه بالحق حتى يتلبس ليا الشيفلور كله بالخبز المحمص. كما كتشوفوا فراني درت الشيفلور هنايا كيتقلى، الا بغيتو توضعوه في الفرن اولا تقليوه كما درت انا، فهو ما كيجيش شارب نهائيا الزيت. و
وهذا هو الطبق ديال الشيفلور اللي حضرناه، كيجي بنين بزاف بزاف صدقوني الا جربتوه بهذه الطريقه هذه اللي اقترحت عليكم ديال تستعمل الخبز المحمص، فما غاديش تبعوا منه. بالنسبه للقليب فما فيها باس مره في الشهر نستمتعوا بالمقليات، ولكن الا كتفضلوا توضعوه في الفرن فراه كيجي كذلك الطعم ديالو زوين.